يا اهلا وسهلا فيكم. اتتني دعوه من شركه بترومين الوكيل المعتمد لنيسان لفتح معرض نيسان الجديد في الاحساء. مساء الخير سناب واحد الأحساء، كيف حالكم؟ معكم حسام قشقري ممثل مبيعات نيسان بترومين. اليوم عندنا افتتاح فرع نيسان بترومين فرع الأحساء المتواجد في شارع الظهران المبرز بجانب الغرفة التجارية. يشرفنا حضوركم جميعا، أنتم وأحبابكم وأصحابكم وحبايبكم كلها. أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المميزة لافتتاح في بترومين، هو تقديم ما يفوق توقعات العميل من حيث القيمة والخدمة والراحة. ومن هذا المنطلق طورنا استراتيجيتنا في نيسان بترومين من كافة التوسع حتى نتمكن من توفير المزيد من الخدمات لعملاء.